مات تقريبا أول فرقة رقص معاصر مصرية مستقلة في 99، يعني من حوالي 20 سنة كانت أول بداية ليها، ودلوقتي بنحاول إننا نقدمها في شكل جديد بفريق جديد وأفكار مختلفة. بنسعى إننا نقدم الرقص المعاصر لناس أكتر هنا وبره، ناس مهتمة ومعنية بالفنون المعاصرة عموما وبالرقص بالذات. مات بشكل أساسي بتحاول إنها تطور مناهج مختلفة، مزيج ما بين فهم وتطبيق لمرجعيات وتجارب من كل مكان في العالم، لكن بوعي للسياق الاجتماعي والسياسي للمكان اللي منعيش فيه ولطبيعة المشهد اللي منشتغل من خلاله.